السلام عليكم. طبعا اعتذر على التأخير بالخبر، لكن مثل ما تعرفون نشرت لكم انه انا مريض، بس ما اقدر اتأخر عليكم، يعني لازم افرحكم واشير لكم هذا الخبر. فاتمنى ان تقدرون تعبي، طبعا بالقوة جاي احكي، اتمنى ان تقدرون تعبي وتشاركون القناة، تشاركون الفيديو، تحطون لايك للفيديو حتى يوصل جميع المشتركين. اللي ما مشترك اتمنى يشترك ويفعل الجرس على الكل حتى توصل التنبيهات. اللي يريد قناة التليجرام الرابط راح اثبته لكم اول تعليق. واتمنى منكم تروحون تشوفون الفيديو اللي نشرته بقناه الثانية، الرابط باول تعليق، اتمنى الكل يروح يشوفه. راح اقرا لكم البيان مثل ما صدر حتى لا تقولون انوني مثلا قرات خبر كذب او شيء. هذا الخبر اللي وصلني بعد ما ادري. الخبر يخص الحمايه الاجتماعيه بخصوص زياده الرواتب. يقول نص بيان النائب محمد عثمان الخالدي: بشرى ساره الى المشمولين براتب الرعايه الاجتماعيه. النائب محمد الخالدي: تمت الموافقة على زيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وسيتم إطلاق الراتب نهاية شهر كانون الثاني. إذن الزيادة وافقوا عليها، وش وقت راح يتم إطلاق الراتب؟ نهاية شهر كانون الثاني، ولكل شهر. إذن صارت لكل شهر وليس لشهرين، كل شهر بحسب قرار مجلس النواب عام 2014 وحسب المادة 11 من القانون. يقول ألف مبروك المكتب الإعلامي 10 كانون الثاني 2020. إذن نقولكم ألف مبروك، وافقوا على الزيادة، وأيضا الزيادة تكون هي كل شهر وليس شهرين، الراتب يكون كل شهر، وسيتم إطلاق الراتب نهاية شهر كانون الثاني. إذن يعني نهاية شهر الواحد راح يطلقون الراتب. فأتمنى أن تقدرون تعبي وتشتركون بالقناة، وأهم شيء أهم شيء تروحون تشوفون الفيديو اللي راح أترك الرابط بأول تعليق، أتمنى الكل يروح يشوفه. وبس شباب، هذا كان الفيديو، نشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.